عدنا إليكم والعود أحمد. أهلا بكم من جديد في قضية رائعة. تعثر المشاريع بمختلف فئاتها يمثل شكلا من أشكال الفساد بغض النظر عن المسببات. فطالما تم تحديد وقت زمني لإنجاز المشروع ثم لم ينجز، فنحن هنا أمام مفرقين. إما أن يخرج المسؤول ويبرر بشكل منطقي أسباب التأخر، أو أن يتحدث المعنيون بالمشروع عن حالة الفساد التي تعتري. امتداداً لملف تعثر المنشآت الرياضية في مناطق المملكة، والذي بدأناه في تحقيق سابق عن منشآت نادي الرائد والتعاون في القصيم، تتحول وجهتنا هذه المرة إلى نجران، وتحديداً إلى النادي الذي يحمل اسم المنطقة ولا يزال يعيش في مباني متهالكة ومرافق أقل وصف يقال عنها سيئة، رغماً عن الاعتمادات الجديدة التي لم يزل الصمت محيط بها. وضع نادي نجران يرصده الزميل عبد الله الفلاح في التحقيق التالي. دورت عاصرت تأسيس نادي نجران، وكل مجموعة يعني من الشباب اجتمعنا واستأجرنا موقع للنادي وقدمنا على رعاية الشباب، وتم تأسيس النادي في عام تقريبا 1400 هجرية يعني. يعيش نادي نجران وضعا مأساويا كبيرا في ظل ضعف موارده المالية، بالإضافة إلى منشآته الرياضية التي أصبحت متهالكة وقابلة للسقوط في أي لحظة. المنشآت الحالية تم إنشاؤها قبل 34 عاماً بجهود ذاتية من محبي النادي الذين قاموا بتأسيسه في العام 1980، واستمر بها الحال حتى الآن دون تجديد أو ترميم. بدأ نادي نجران ونادي الأخدود يسوي حراك قوي وتنافس يعني في المنطقة يعني، وصار في مناسبات ومباريات، ثم تأسس بعدها نادي شرورة واشترك في الحركة الرياضية في نجران، واستمر الوضع هذا فترة طويلة. كانت الهواء كان ذاك الوقت، كانوا اللاعبين ينتمون للأندية، يحبون الكرة أولا، وفي نفس الوقت عندهم ولاء للنادي حبا يعني لا قبل الاحترام. يتكون مقر نادي نجران من غرف صغيرة وملعب وحيد غير مطابق للمواصفات، ويحتوي على العديد من العيوب نظراً لعدم الاهتمام بصيانته بالشكل المطلوب. نادي نجران بدأ في وقت متأخر شوية، وكان الشيخ عبد العزيز بن مسلم الله يرحمه ويغفر له كان هو رشحناه بأن يكون رئيس للنادي يعني، وقبل هذا المهمة رغم أنه يعني كان بعيد منها، ولكنه كان يدعم ماديا يعني، وهو اللي كان على يديه يعني قام هذا النادي يعني بشكل استطاع أن يبدأ أو يخطو خطواته الأولى يعني. كابتن جوكيكا، اليوم نتحدث عن منشأة نادي نجران بشكل عام، كيف ترون هذه المنشأة في ظل وصول نادي نجران الأول فريق الأول إلى مثلا المرتبة الثالثة في سلم الترتيب في ظل هذه الإمكانيات البسيطة؟ My opinion is that نجران now after 7-8 years. بخصوص المنشأة بتاع نادي نجران، يعني نادي نجران كفريق عنده 7 أو 8 سنين يلعب في الدوري الممتاز، يعني اغلب الناس صار هو الواجهه نتاع المنطقه. انه يعني احنا وضعنا هنا لو تشوف المنشاه، يعني ما عندناش غرف تاع تغيير ملابس كويسه زي بقيه الانديه،
لو تشوف حتى لو تقارن نادي نجران بانديه درجه اولى ودرجه ثانيه تحصل المنشآت نتاعهم احسن من نادي نجران بكثير. فلذا قال يعني المفروض نادي نجران تكون يتحرك علشان يخاطب الاتحاد السعودي ولا يخاطب الامانه هنا علشان يشوفوا حل يعني في المشكل هذا نتاع المنشأه ويشوفوا يعني، مع انه قال اني سامع انه المدرب سامع انه في منشأه قرروا انه راح يبدوا الشغل فيها مش عارفين متى بالضبط، لكن يعني لازم يكون في تحرك. كملعب انا ملعب نادي نجران ماهوش في قيمه نادي نجران، لا للفئات السنيه لا للفريق الاكابر، زاد الفريق الاكابر يدرب على الملعب هذا الحقيقه معناها ماهوش كفريق كبير وبنية التحتيه تظهر معناها الحقيقه يلزمها مراجعه كبيره خاصه في مدينه نجران. النادي يفتقر لوجود صالات لممارسة الأنشطة الأخرى مما جعله يختزل مناشطه في كرة القدم التي تقدم مستويات مميزة في الدوري الممتاز لسبعة أعوام متتالية. منطقة نجران منطقة كبيرة من ضمن أربع مناطق في المملكة مساحة، لا يوجد فيها إلا منشأة واحدة هي منشأة نادي الأخدود، واعتمدت منشأة نادي نجران الآن من عام 1427 الآن لم نرى أي شيء، لا نعلم أين يقع موقعها، متى يتم البدء فيها، المدينة الرياضية تم اعتمادها وتم البدء فيها، لكن الآن لا ندري متى الوقت اللي راح تنتهي فيه. أنت لما تطالب نادي نجران بالعكس أنت ترفع القبعة احتراما لنادي نجران. اكيد انت اليوم شفتوا معنا المنشأة عندما تخرج لاعبين وانت ليس لديك المنشأة، انت عارف ان دائما صغار السن ينجذبون الى الاشياء المتكامله اكثر، وناس دائما ما يطالعون التلفزيون، فلما نجذبهم لنادي نجران يصدمون بواقع المنشأة. فانا اشوف ان نجران وصوله في الدوري الممتاز، حفاظه على انتاجه للاعبين رغم الامكانيات الفقيره، كانك تنشئ شيء من العدم. بالنسبه للمنشاه والمدينه الرياضيه انا اعتبر ان منطقه نجران منطقه فقيره جدا. نادي نجران اللي ممكن يطلق عليه اسم النادي العصامي. نادي صمد لمده 7 سنوات في الممتاز رغم ضعف الامكانيات الماليه والبشريه وضعف البنى التحتيه. في نادي ربما يطلق عليه اسم مهجور، مباني متهالكة، ملاعب ضعيفة، مدرجات خشبية قديمة للغاية، ملاعب قد لا تصلح لممارسة كرة القدم فيها. صمد نادي نجران لمدة 7 مواسم من عام 2007 كان صعود نادي نجران للدوري الممتاز، هنالك تذبذب في المستوى من موسم إلى آخر، حتى كانت البداية ما بين المركز الأخير أو إلى قبل الأخير بمركز أو مركزين. ما كنت أروح نادي نجران ولا عمري شفت نادي نجران، أنا ما حضرت التمارين حقيقة انصدمت، يعني كان رغم أني أنا كنت أشتكي من مثلا لا يوجد هناك صالة رياضية، لا يوجد هناك عيادة طبية، لا يوجد هناك يعني أطباء على مستوى، كنادي ضعيف ونادي في الدرجة الثانية، لأني انصدمت بوجود نادي نجران رغم أنه في الدرجة الأولى إلا أن إمكانياته أسوأ وأسوأ بكثير من نادي الأخدود. لا ملعب جيد، لا يوجد هناك معسكر للفريق، كان اللاعبين ينامون في غرفة واحدة، يعني صالة كبيرة كانت صالة اجتماعات كانوا ينامون في غرفة واحدة، فما في هناك أشياء مهيئة للنجاح بكل أمانة. بالنسبة لنادي نجران كان يتميز سابقا يعني في أول عمل لمجلس الإدارة مع الأستاذ فهد جماهر أنه كان مجموعة من الألعاب لا تشارك على مستوى المنطقة وعلى مستوى الدوري السعودي بشكل عام، سواء في ألعاب القوى أو في كرة اليد أو كرة الطائرة، ولكن للأمانة في الفترات الأخيرة يعني المنشأة كمنشأة هي العائق الأكبر في استمرارية المنافسة في الألعاب هذه أو استمرارية بعض الألعاب.
الألعاب القوى بدأت تتلاشى عندنا، لأن لا مضمار لا يعني ما في أي مقومات لاستمرار العمل في الجانب هذا. والله من أول يوم يعني حاولنا صراحة تقليل المصروفات وتقليل الميزانية العامة مع استقطاب كفاءات أعلى، مع استقطاب لاعبين ذو إمكانيات أعلى. الحمد لله نجحنا يعني خلال أقل من 10 شهور خفضنا الميزانية على الميزانيات السابقة، واستقطبنا لاعبين ذو إمكانيات عالية بعقود أقل. الآن صار الفرق ما بين مقدمات السنة الماضية ومقدمات السنة الحالية يتجاوز 5 مليون بنسب أقل، خفضنا 5 مليون. مع العلم أن المستويات متقاربة بين السنة الماضية والسنة الحالية، والفرق فيه أن اللاعبين اللي جبناهم الحمد لله برزوا وتلقينا عروض لبيعهم، لازلنا مانع في بيعهم ولا نبيعهم، نحافظ على هويتنا الموسم هذا والموسم القادم نحاول ننافس. وأتوقع إن شاء الله تكاتف أعضاء الشرف، تكاتف أهالي منطقة نجران ودعمهم للنادي، وحن كإدارة بنكون شريك معهم في الدعم. يعني منطقة نجران لها طابع خاص ولها ميزة خاصة في اللاعبين الموجودين فيها، يميزهم الروح. ولكن مع يعني تصاعد الأمور والاختلاف الملاعب من منطقة إلى أخرى أو من لاعب إلى لاعب والإمكانيات المتاحة له، هذه راح تفرق. اللاعبين اللي عندنا مهيئين أنهم يشاركون في المنتخبات ويشاركون مستوى مميز، ولكن في المقابل لابد أن يتوفر لهم دعم، لابد أن يتوفر لهم بنية تحتية، لابد أن يتوفر لهم إمكانيات على أساس أنهم يقتنعون سواء بالنسبة للصغار أولياء أمورهم أنهم يشاركون، أو بالنسبة للاعب أنه يجي يمارس هوايته في مكان يليق أنه يلعب فيه. يعني نتمنى من المسؤولين ونتمنى من رجال الأعمال في منطقة نجران أن يكون هناك تكاتف من أجل الرياضة في المنطقة. والكل يعلم من نادي نجران يعني صعد تقريبا 7 مواسم وهو في دوري زين، في دوري الممتاز مع الفرق الكبيرة التي تصرف بمئات الملايين على أنديتها، ونادي نجران ميزانيته تقريبا 10 مليون، يعني مكسيمم 10 مليون هذه ميزانية نادي نجران. ومع ذلك استطاع أن يكسب الفرق الكبيرة، استطاع أن يتعادل، استطاع أن يقدم مستويات الكل أشاد فيها. فلذلك نتمنى من زي ما قلت لك الاتحاد السعودي، نتمنى من رجال الأعمال في منطقة نجران أنهم يعني يقفون مع نادي نجران في منشأة. نادي نجران نادي ثقافي اجتماعي رياضي، نبغى نعزز الجميع الجوانب الثلاثة، لكن في ظل المنشأة الحالية لا تستطيع، لا يوجد لديك مسرح لتعمل عليه أنشطة ثقافية، لا يوجد لديك منشأة تمارس فيها الأنشطة الاجتماعية، لا يوجد لديك أي شيء، أنت تجلس مكتوف اليدين. الحاجة الوحيدة اللي تمارسها هي كرة القدم وتنافس فيها، وجود ملعبين يعني حتى غير صالحة. لا نطالب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب التدخل صراحة حاليا، ومن الرئيس العام صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد، ومتأكدين أنه لا يبخل علينا بالشيء ذا. حن طالبه عبر شاشة روتانا أنه يقوم بزراعة الملعب الأساسي والملعب الرديف بعد نهاية الموسم أسوة بجميع الأندية. نتكلم عن نادي نجران، متابعين له يمكن مدة 6 سنوات إلى 7، متابعين من أيام إدارة مصلح المسلم. كلما أن الرجال عمل في النادي أشياء كثيرة، تطلعات النادي كانت في أيامها جميلة، صعد بالنادي حقق نتائج ربما تكون مرضية في الفترة الأولى والثانية من فترة رئاسته ال4 سنوات. الرجال انشغل في الفترة اللي بعدها في عضوية الاتحاد السعودي، ما كان متابع للنادي لدرجة يتوقعها الجمهور. استلم بعدها الأستاذ صالح أمريح النادي، تخبطات إدارية، مشاكل مالية، لا يوجد راعي للنادي، مما أدى إلى يعني انقلابات في النادي، تحزبات بكل أمانة أنا أتابعها كنت أحضر. التخبطات الإدارية اللي حاليا الحين مع دار الأستاذ هذيلة شرمة تحملها صالح أمريح. كل أمانة الرجال قاعد يشتغل، هو اللي معه
الأستاذ تركي مسعود حيدر، الأستاذ مهدي بشير، الأستاذ خالد روتيد، الأستاذ صالح الشروان، كلهم قاعدين يشتغلون، بس هم قاعدين الحين يحققون التطلعات الجماهير للفترة المقبلة، أنهم يحاولون يحققون النتائج الأفضل. بس اللي حاصل الحين هي من عهد إدارة صالح أمريح، من مثل بيع عقد اللاعب عوض خميس برخص الأثمان، مع أن اللاعب جاء عرض حسب معلوماتي أنه يفوق 12 مليون، واللاعب انباع مبلغ 6 مليون ما يتجاوز 6 مليون. النادي يمر بأزمة مالية خانقة بكل أمانة، اللاعبين من مدة 6 شهور إلى 5 شهور لم يستلموا الرواتب. بكل صراحة يعني نادي نجران نادي يعاني، نقدر نسميها معاناة من الأزمات المالية المتتالية وتعاقب الإدارات وتعاقب المدربين، فها هنالك إشكاليات كبيرة على نفسيات اللاعبين وعدم الاستقرار الفني والإداري. جول! الله يا مارد الجنوب، الله يا مارد الجنوب، الله يا مارد الجنوب. يضع النجرانيون أيديهم على قلوبهم خوفا على ناديهم من السقوط، مؤملين في القريب العاجل في بناء مقر جديد طال انتظاره منذ زمن بعيد، ليتحقق الحلم الذي يراودهم منذ عشرات السنين. أجمهر والسري سرى هذا نجران في دمي جرى، يا أجمهر والسري سرى هذا نجران في دمي جرى، دونه العين والله ما ترى، دونه العين والله ما ترى، في النوادي ولعبه فن، في النوادي